يا مساء الفل على جمهور الكرة المصرية بالكامل، مساء الفل على 100 مليون مشجع كرة مصري، ليلة من أحلى ليالي الكرة المصرية. والنهاردة المنتخب المصري بيفوز على نظيره المغربي 2-1 في مباراة دور الثمانية، ويصل إلى دور قبل النهائي من البطولة الإفريقية. مش عايزين نقول مفاجأة، لكن عايزين نقول فرحة كبيرة جدا للمصريين بهذا الفوز. لكن واحنا بنشجع كده وفي وسط المباراة ووسط أجواء الحماس، اكتشفنا في صالة تحرير اليوم السابع إن وسطنا مشجعة مغربية. آه والله يا جماعة، مشجعة مغربية قاعدة وسطنا واحنا بنتابع المباراة النهاردة وبنتفرج على الماتش اللي كان من أول دقيقة 120 دقيقة من أولها لآخرها، منتهى الحماس ومنتهى الندية ومنتهى القتال من الفريقين. تخيل أنت قاعد بتقول يا رب، وفي حد تاني جنبك قاعد بيقول يا رب، بس يا رب تانية مش يا رب بتاعتنا. نرحب بالمشجعة المغربية الأستاذة سناء. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أهلا بيك يا سناء. إيه يا سناء؟ مبروك للمنتخب المصري، وكنت كنت منا ان شاء الله المنتخب المغربي. لا انت هتخش عليا الدخله المغربيه دي. لا انا عايز اعرف الاول انت احساسك ايه دلوقتي، واحساسك اثناء المباراه كان عامل ازاي؟ اتفضلي. بص، هو بصراحه انا الوحيده، طبعا كل الناس فاكره ان انا هبقى متضايقه وبشجع طبعا المنتخب المغربي، اكيد انا كنت بشجع المنتخب المغربي. خلي بالكم هي بتتكلم مصري دلوقتي عشان احنا على الهوا والناس بتتفرج علينا والكلام ده كله. ماشي، بس انا يعني دايما بفرح في لما الاثنين بيلعبوا، ببقى مبسوطه سواء المغرب كسب او مصر كسبت، ببقى مبسوطه. بذمتك بذمتك ايوه. والماتش تعادل 1-1، كنت بتدعي بتقولي يا رب على ايه؟ يا رب المغرب تكسب. صراحه يعني لا، وانت جنبنا مش صعبانين عليكي. لا بس طبعا كنت يعني مبسوطه جدا ان مصر كسبت. انا كنت متابعه البطوله من اول ما بدات، وطبعا كنت اداء مصر مشرف جدا جدا، وسواء في كل المباريات اللي لعبوها، بالذات اخر ماتش امام كوت ديفوار. يعني انا بصراحه مشجعه يعني درجه اولى للمنتخب المصري، وبعد كده المنتخب المغربي، بس لما بيلعبوا الاثنين مع بعض بيبقى فيه يعني مشكله. يعني لا احكي لي، احكي لي احساسك ده انت. طب خليني يا جماعه بس اقول لكم الموضوع حقيقته ايه، القصه حقيقتها ايه. استاذه سناء حسين هي زميلتنا في اليوم السابع، وهي بروديوسر تلفزيون اليوم السابع، واحده من امهر واشطر الناس معانا في تلفزيون اليوم السابع. لكن الحقيقه هي النص مغربي ولا الكل مغربي؟ الكل مغربي. الكل مغربي. واحنا اكتشفنا ده طبعا، احنا عارفين بس مش على بالنا، يعني الموضوع مش في بالنا. لكن النهارده وسط المباراه بقى يعني الموضوع ايه، لا بام بقى، يعني سناء ما قدرتش تخبي. فالاصول والحب والانتماء ظهر جدا النهارده. بس هي الحقيقه برضو في كل الاحوال الضحكه دي برضو كانت موجوده بعد فوز المنتخب المصري. انا عايز اسالك، وانت بتتفرجي على ماتش زي ده بيبقى احساسك عامل ازاي؟ بص، انا عشت في مصر بقالي فتره طويله، بقالي يعني تقريبا داخله على 22 سنه في مصر، فاولادي مصريين، فانا طبعا كده كده يعني بشجع مصر عشان خاطر اولادي بيبقوا فرحانين ومبسوطين لما مصر بتكسب. بس طبعا في ماتش مصر والمغرب دايما بيبقى، او حتى لو فريق بيلعب مع فريق في المغرب، ببقى دايما في حته جوه ببقى عايزه المغرب تكسب يعني. طيب دايما زعلتي النهارده؟ لا ما زعلتش بصراحه، لا ما زعلتش، ببقى مبسوطه كمان لاني ببقى زمايلي واصحابي بيبقوا مبسوطين وولادي مبسوطين. ما هو لسه الشغل يعني مكمل، فالناس بعدين يعني يعني ده ماتش وخير، تزعلي ده هنا يعني. مش هينفع. بتحبي مين انت من لعيبه المنتخب المغربي؟ بص، بحب لعيبه كتير يعني من الموجودين، اشرف الحكيمي برضو لعيب كويس، سفيان رحيمي. انا بحب يعني كنت بحب اللعيبه بتاع زمان يعني صلاح الدين بصير بقى مصطفى حجي. ومصطفى حجي خلي طبعا يا جماعه، مصطفى حجي اللي معورنا يا جماعه. ايوه. بس النهارده الحمد لله تريزيجيه رد لنا حقنا وصلاح. طبعا محمد صلاح رقم واحد، نمبر 1 نمبر 1 ده طبعا. وريني موبايلك كده سناء، لازم انا هوريكوا سناء كانت عامله ايه النهارده. وريني موبايلك، افتحي الموبايل. لازم. لا لا سيبي. ايوه بصوا يا جماعه، ده عالم المغرب يا جماعه، عالم المغرب وسطنا. في الاول وفي الاخر احنا لا طبعا يعني الحقيقه احنا شعب. حتى في ماتشات المغرب الاخرى في المباريات اللي فاتت كنا انا في زمايلي كتير لما بيكون المغرب بيلعب بيشجعوا المغرب يعني، ده ودي حاجه بتبسطني، لان احنا في الاول وفي الاخر شعب يعني، احنا بنحب المصريين جدا والمصريين بيحبوا المغرب جدا على ما اعتقد وعلى ما شفت كتير من زمايلي واصحابي. وبنبقى مبسوطين والله للمكسب للاثنين، وفي الاخر احنا كلنا عرب يعني. خدوا بالكم سناء،
ثناء من جمهور الكوره اللي هو ايه، جمهور المنتخبات. انتوا عارفين جمهور الكوره، عارفين جمهور، دي حقيقة. جمهور اللي احنا عارفينه بتاع الدرجه الثالثه، ثالثه شمال الثالثه يمين، سواء اهلي او زمالك او بقيه الانديه. وفي جمهور المنتخب اللي هو وقت المنتخب ما بيلعب هو بتاع كوره، المنتخب ما بيلعبش هو بالظبط كده. بس انا من جمهور خاصه طبعا الفئه دي كتير في البنات والسيدات، صح؟ ده حقيقي. ما هم اصل الماتش الزمالك والاهلي والرجاء والوداد والناس دي كتير هسل بقى كتير، وناس تتخانق مع بعض. والاهلي بس سنه الزمالك والاهلي والرجاء والوداد، ما هو اصل ده انت تعرفه مغربيه، والله جايبين مغربيه حقيقيه، مش مش تقليد، مغربيه بس بالاول وفي الاخر كلنا عرب وبنفرح لما اي حد. طب ولادك بقى، ولادك مصريين، تعملي معاهم ايه في الحاجات دي؟ بتقول لي يا مامي مصر كسبت والمغرب خسرت، قلت لها طب انت متضايقه ليه يعني؟ انا زعلانه عشانك. طب انا مبسوطه عشانك يعني. لا هم دايما برضو عندهم شويه يعني بيبقوا مبسوطين عشان انا مبسوطه، بس في الاول في الاخر بيشجعوا طبعا. الشعب المغربي بيحب الكوره قوي، وعنده عصبيه شديده. احنا يعني الجمهور المغربي احنا لينا صولات وجولات معاه كتير. ليه بقى؟ ايه الفكره في ال، مش هقول عنف، لكن عندهم بيحبوا الكوره. انا بس مش رياضيه قوي، مش يعني مش متابعه الموضوع، بس على فكره زي هنا يعني، هنا برضو يعني الناس بتحب الكوره قوي، والناس بتشجع ماتشات الاهلي والزمالك وال بس احنا لما بنروح هنا في المغرب بنبقى يعني بنقول ربنا يستر، مش عشان حاجه، لانه بيبقى في حماس شديد في المباراه، وطول الوقت الجمهور بيشجع بشكل حقيقة. في حماس طول الوقت، بيحبوا الكوره جدا. يعني في الشوارع كمان بيلعبوا كوره بطريقه، يعني في كل شوارع في المغرب بتلاقي الاطفال بيلعبوا في الشارع كتير، يعني في كل حته، على البحر، انا مش عارف ايه، الناس بتحب تلعب كوره. النهارده المغاربه هيبقوا زعلانين ولا حاسين ان منتخبهم ادى بشكل كويس؟ انا لسه ما تابعتش بصراحه الماتش، ردود الفعل لسه ما تابعتش قوي، بس اعتقد هيبقوا زعلانين يعني. بس الاداء كان كويس، انا شايفه الاداء كان ممتاز مشرف يعني للاثنين. ليه بيحبوا يكسبوا مصر بالذات المغرب؟ انا ما اعرفش الموضوع ده، بقالنا فتره سنين يعني مزاج معيد على الدنيا، وانا شمال افريقيا، شمال افريقيا طبعا بصفه عامه، ومصر والمغرب بصفه خاصه. يمكن كان في حاجات زمان بقى يعني، مصر اللي المغرب برضو كسبت مصر كتير، كسبت مصر طبعا كتير. عامله عقده، بس احنا الحمد لله النهارده خلصناها خلاص. احنا بقى لنا فتره بنخلص الموضوع. احنا كسبنا في 2017 يا نصر، صح؟ كسبنا في 2017 وكسبنا من دلوقتي. احنا اعتقد الجيل بتاع صلاح خلص على الموضوع ده. لا فعلا النهارده فراعنا روضوا الاسود الاطلسي. الاسود الاطلسي حلو يعني. مثلا بكل روح رياضيه بنقول لك هارد لك يا سناء، هارد لك. لا حقيقي المنتخب المغربي، المنتخب المصري بجد يعني. بجد من قلبي؟ لا من قلبي بجد. الحمد لله. لا حقيقي المنتخب المغربي عمل مباراه كبيره، عمل مباراه حماسيه لحد اخر دقيقه. يمكن الحكم كان هيبوظ الماتش، وانا بقول انه الحكم مش اللعيبه، لكن الحقيقه انه حتى اشرف حكيمي بالتحديد في اوقات كتيره جدا من المباراه كان بيضحك ومبتسم وهادي وبيتعامل بود ولطف مع احمد فتوح، لان احمد فتوح كان جاي عليه شويه، كان موقفه تماما. فالحمد لله يعني، يعني بنقول لجمهور المغرب ما تزعلوش، ان شاء الله مصر مكمله، وان شاء الله ايا كان اللي حصل هو ان شاء الله، يعني احنا بنقول انه مصر تاخد البطوله وتبقى دوله عربيه هي اللي خدت البطوله دي، ويبقى للمغرب حظوظ اوفر، ونشوفها في كاس العالم يا رب باذن الله. ربنا يعوضهم ويفرحهم بالوصول لكاس العالم هو المنتخب المصري كمان. بشكرك يا سناء. شكرا. وانا بقول للجمهور المغربي احنا كل اخوت، وهارد لك للمغرب، وبحال مصر بحال المغرب، ومبروك للمنتخب المصري. معلش ايه تاني؟ ايه تاني؟ كلنا ايه؟ كلنا اخوات، كنا كلنا اخوات، كلنا اخوت. صعبه برضو اللغه المغربيه بس بتتفهم. شكرا يا سناء. شكرا ليك يا تامر. هارد لك، مبسوطه جدا. هارد لك لكل المغاربه، ومبروك، الف مبروك لكل المصريين، ويا رب نفرح نفس الفرحه يوم مباراه الكاميرون باذن الله. شكرا لك. شكرا.